البيتكوين بتوصل لأرقام خرافية وتسريبات عن موبايل أبل اللي بيتني. يا أهلا وسهلا بيكم في نشرة لوني. النشرة دي تقريبا أنا هغني فيها راب من كتر الأخبار الحلوة اللي فيها. خلينا نبدأ على طول. تخيل مثلا معايا لو انت قبضت اول 1000 جنيه في حياتك ورحت عملت حساب في البنك وحطيت ال 1000 جنيه دول في البنك في 1/1/2017. بعد كده جيت في ديسمبر 2017 لقيتهم 11000 جنيه. ده اللي حصل في البيتكوين. في 1/1/2017 البيتكوين كان سعرها يساوي 1000 دولار للبيتكوين الواحدة، والنهاردة في ديسمبر 2017 البيتكوين الواحدة بتساوي اكتر من 11000 دولار. البيتكوين نطت نطة خرافية تاني من 9000 ل 11000 دولار في أقل من يومين، ولكن طبعا الزيادة الرهيبة دي بتقل بعديها على طول، الزيادة برضو مش قليلة. فدلوقتي سعر البيتكوين حوالي 10777 دولار. أنا بفكر فعلا إن الفلوس اللي بتجيلي أونلاين من يوتيوب أو الحاجات اللي زي كده أستثمرها في حاجة زي البيتكوين. أنا الأرقام اللي عمال أسمعها وأقولها لكم النشرة التانية دي بتخليني افكر على الموضوع ده. الابديت الاخير اللي اتعمل لاجهزه الماك على سوفت وير او اس اكس سيارة حصل فيه مشاكل رهيبه. احد المشاكل دي ان اي حد داخل مش بروت اكسس او بادمنستريتور، يعني لينا احنا كويندوز مثلا اللي هو داخل من يوزر جيست، يقدر يدخل على السيتنجز ويدخل على ادمنستريتور اكسس من ناحيه اللي هو يدخل يوزر نيم والباسورد روت ويسيب باسورد فاضيه ويقول له ساين ان، فيقول له لا انت لازم تدخل باسورد، فيدوس ساين ان تاني فيقدر يدخل بالروت اكسس. طيب فرحتي يعني اخد الروت اكسس، ايه بقى هيعمل ايه بقى؟ لا يعمل كتير يا حبيبي عشان نظام ابل يعني داخل في بعضه شويه. وانس ان هو اخد الروت اكسس بتاع الماك بتاعك يقدر يحمل اي ابلكيشن انت اشتريتها على الايتون ستور، يقدر يعرف كل الباسوردات وكروت الكريدت كارد بتاعتك اللي انت حاططها على حسابك عن طريق الكي تشين. فدي في حد ذاتها مصيبه. ابل اعلنت ان هي اسفه جدا واحنا مش عارفين ازاي الموضوع ده عدى من تحت ايدينا، ونزلوا ابديت تاني بس الابديت ده صلح موضوع الروت وعمل مشكله تانية في الابديتس للابلكيشنز التانية. فابل نزلت توتوريال 3 خطوات كده انك تتبعهم لو عايز تكمل تعمل ابديت للابلكيشنز بتاعتك. دي تقريبا اول مره تحصل في السوفت وير بتاع اللابتوبس ابل الاو اس اكس. كلنا عارفين يا جماعه موبايلات اوبو اللي هي لحد ما بتشبه موبايلات ابل، عشان موبايلات اوبو اصلا موجهه للصينيين، شركه صينيه والصينيين بيعشقوا حاجه اسمها ايفون، مجانين ايفون. فاوبو دايما بتحاول تقلد الايفون عشان الناس اللي في الصين اللي معاهاش فلوس قوي تشتري ايفون تلاقي حاجه شبه الايفون وهي ممكن تشتري. التسريبات الجديده تنزل عن الاوبو ار 13، موبايل اوبو الجديد اللي هيكون نسخه طبق الاصل من الايفون 10، نفس الكاميرتين اللي في الخلف بنفس البروز بتاع الكاميرتين اللي هي تعتبر عيب في الايفون، هي هتتاخد للاوبو ار 13. بالاضافه لكده كمان الشاشه هتكون بدون حواف تماما، وفي بعض التسريبات نزلت بس مش اكيده ان احتمال هيكون في نفس النوتش اللي موجوده في الايفون هتكون موجوده في الاوبو ار 13. سامسونج بتجرب مواد جديده في صنع البطاريات اللي بتخلي البطاريه تتشحن من 0 ل 100% في 12 دقيقة. الموضوع مضحك شوية لما سامسونج بالذات هي بتعمل بطارية وكلنا عارفين ليه، بس الموضوع في حد ذاته التكنولوجيا لو فعلا دي حقيقية ممكن تغير مفهومنا عن البطاريات، لأن البطاريات فعلا مش هنقدر نزود حجمها في الموبايلات الصغيرة نسبيا، مش هنقدر نحط بطارية 10000 ملي أمبير في موبايل بحجم ايدك، مع موبايل صغير. الحالة التانية هو فاست شارجنج، بس فاست شارجنج برضه مش سريع قوي، من 0 ل 80% في نص ساعة أو ساعة، ده يعتبر سريع بالنسبة لقبل كده، لكن لو أنت عايز تشحن موبايلك في 10 دقايق في 5 دقايق وتمشي مش عايز تقعد نص ساعة جنب الشاحن بطارية 12 دقيقة، هتكون فعلا مستقبل التكنولوجيا. زي ما كلنا عارفين موبايلات ابل بيتعمل لها الديزاين بتاعها في كاليفورنيا، والسوفت وير معظمه بيتعمل في كاليفورنيا في امريكا، والهاردوير نفسه بيتجمع ويتعمل في الصين، خاصة دولة اسمها زانزو. وفي حاجة مشهورة جدا على الصين ان اي حد في سن الثانوية عامة في الهاي سكول لازم يشترك في اي عمل وطني، سواء اللي هو يكون سيكيورتي في المترو مثلا، ودي حاجة انا لاحظتها وشفتها كتير جدا 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 وبلوجز الصين، عارف لها متأخرة بس الموضوع ده كان فاني وحلو وهتشوفوه، او بيشترك مثلا في اي شركة من الشركات الكبيرة اللي هو طالب شاطر زيادة مثلا ممكن ياخد انترنشيب في شركة ابل في الاكونتنج وغيرها. تقريبا كان في 3000 طالب شغالين في الفاكتوري الفوكس كون اللي تبع ابل في الصين كانترنشيب، كشغل بارت تايم مش دائم. ومن ضمن قوانين الانترنشيب ان الناس المفروض اللي هي ما تشتغلش اكتر من 40 ساعه اسبوعيا، يعني حوالي من 5 ل 7 ساعات في اليوم. لكن ابل شغلت الطلاب اللي عندها، خصوصا 6 رفعوا قضايا على ابل قالوا ان هم احنا اشتغلنا زياده وما ينفعش ما خدناش اي فلوس زياده، ان الاطفال دول
اشتغلوا اكتر من 77 ساعة في اسبوع واحد، يعني اكتر من 11 ساعة يوميا يوميا، والجمعة والسبت مش اجازة. بعض المنظمات الصينية اتضايقت ورفعت قضايا، وكالعادة ابل مش بترد لغاية لما الموضوع بقى فايرل. وبعد ما الموضوع انتشر وبقى فايرل، فابل طلعت تصريح رسمي قالت احنا اكتشفنا ان احنا شغلنا الناس زيادة، فاحنا هنعتذر لهم وهنعوضهم بمنتجات ابل او بمبالغ مالية على حسب ما هم يحبوا. صراحة انا كمنتج ابل انا مبهور، لكن كتعاملات ابل مع الكاستمر ده ممكن يتعامل معايا مثلا في موضوع الضمان او موضوع الكاستمر سيرفيس بعدين، مش عارف. لكن النقطة الصغيرة دي فعلا بتأثر في ثقة الناس بالشركة، فابل عيب تعمل حاجة زي كده بصراحة. جوجل حاليا بتشتغل على سيستم جديد مضحك جدا من وجهة نظري، وهو باختصار انك لو قاعد بتكتب مسج في موبايلك وحد من وراك جه بص على شاشة موبايلك، ممكن يكون واقف وراك بس مش باصص، او راسه نفس الرينج موبايلك بس عينيه مش باصة، لو عينيه ووشه باصين على شاشة موبايلك، الموبايل اوتوماتيكلي هيفتح الكاميرا ويعمل زي قرون وانيميشنز للشخص اللي بيتفرج على اللي انت بتكتبه. متوقع ان الابديت ده هيكون في اندرويد بي او اندرويد 9، لسه مش عارفين اسمه هيكون ايه، وهيكون للتطبيقات الشات، حاجه زي الهانج اوتس، حاجه زي الواتساب، حاجه زي فيسبوك ماسنجر، مش هيكون للابلكيشنز الطبيعيه اللي ممكن اي حد يدخل يشوف الانستجرام، ممكن حد يدخل يشوف فيسبوك. بصراحه البتاع ده مضحك جدا، ويعني هيفضح الناس بطريقه مضحكه جدا. ونرجع تاني لابل، وتقريبا انت دخلت على الفيديو ده عشان تسمع الخبر ده، والخبر ان ابل بتعمل موبايلات قابلة للطي، موبايلات بتتني بس مش زي الموبايلات دي. ابل سجلت خلال الاسبوع ده اكتر من 3 براءات اختراع لموبايل بيتني، ومن ضمن تفاصيل براءات اختراع اللي ابل سجلتها خلال الاسبوع ده اللي هم 3 براءات اختراع، الموبايل الميتال الوي اللي فيه اللي بيخلي الموبايل ما يبقاش زي ورقة كده متكرمشة وترميها في الزبالة، هو بيبقى لحد ما مديله شكل معين او شيف معين، هيكون في خروم كتيرة جدا. لازمة الخروم دي ان هي هتساعد الموبايل انه يكون قابل للطي، في نفس الوقت يكون ليه شيب معين، مش هيبقى ورقة بتكرمش. في تكنولوجيات كتيرة جدا مش قابلة للطي، حاجات زي البطارية، حاجات زي البروسيسور، حاجات زي الكاميرا، كل الحاجات دي محتاجين نفكر ازاي ابل هتحطها في الموبايل. صعب جدا انك تدمج شاشة بتتني مع حاجات مش بتتني. هل ابل هتستغنى عن حاجات اساسيه في الموبايل؟ هل هتستخدم بروسيسورز من نوع جديد، كوانتم بروسيسورز مثلا في الموبايلات؟ محدش عارف لسه الموضوع هيبقى عامل ازاي، بس على حسب التسريبات والرومرز اللي ظهرت ان الموبايل ده نتوقعه في بدايه 2019، وده برده بيتزامن قوي مع التسريبات اللي نزلت خلال النشر اللي فاتت. لو انت شفتهاش، احنا كنا بنتكلم على سامسونج جالاكسي اكس، موبايل سامسونج اللي بالتاني برضو هتلاقيه في الايفون على اليمين، اللي هينزل برضو في 2019. فواضح ان 2019 دي هتكون سنة الموبايلات اللي بتتني، زي مثلا ما كانت السنة دي سنة الموبايلات اللي بدون حواف. طب لو 2017 سنة الموبايلات من غير حواف، و2019 سنة الموبايلات اللي بتتني، 2018 هتكون سنة الموبايلات اللي بشاشتين مثلا يعني زي الاوبو، التسريبات اللي سمعناها عنه والتسريبات سامسونج اللي هتعمل شاشتين، والريدي الموبايلات اللي اتعملت بشاشتين، هل دي هتكون المستقبل 2018؟ قولوا لي تفتكروا ايه بجد من خلال الايفون على اليمين، هل سنه 2018 هكون الشاشتين في موبايل ولا لا؟ الذكاء الاصطناعي ذكي مش هننكر، لكن بطيء وابطأه مثلا موجود في سيري. انك لما تقول كوماند لسيري بتاخد تقريبا 5 ثواني تبروسس انت قلت ايه، اظبطي الارم الساعه 7 لو سمحت يا سيري، فتقعد تفهم 7 يعني هو دلوقتي الساعه 11 بالليل فعايزه 7 الصبح مش 7 بالليل، فهو بتاخد وقت عشان تبروسس المعلومات. جوجل عملت حاجه ممتازة وذكية جدا في الجوجل هوم، اجهزة جوجل الذكية للبيت. وعلى فكرة يا جماعة في ريفيو جاية للجوجل هوم ميني ان شاء الله قريبا جدا على القناة، كنا عاملها لكم فجأة بس خلاص انا قلت لكم. المهم جوجل هوم ميني او جوجل هوم دلوقتي هيقدروا انك تقول لهم اكتر من كوماند في نفس اللحظة. فدلوقتي في جوجل هوم او جوجل هوم ميني ممكن تقول له اظبط لي قرارنا بكرة الساعة 7 وقول لي هل هحتاج امبريلا بكرة وانا نازل ولا لا، فجوجل يرد عليك يقول لك الارم ست الساعه 7 ان شاء الله، ولا انت مش محتاج امبريلا بكره عشان ده مش هتمطر بكره الجو حلو. وده بيحصل في وقت بروسيسنج قليل جدا، فدي حد ذاتها حاجه ممتازه. اول ما قلت امبريلا مش عارف ايه تقريبا ده بتمطر بره دلوقتي، حاجه غريبه جدا انها تحصل بس انا سامع صوت مطره دلوقتي، حاجه غريبه بالنسبه للناس اللي عايشه في مصر. على ذكر مصر مبروك السعوديه، احنا الاثنين معاكم في نفس المجموعه في كاس العالم. مش خلينا نكمل. اخر 3 اخبار في النشره دي هيكونوا سرعه جدا، هما 3 عن 3 سوشيال ميديا ابلكيشنز جالهم ابديت
ونبدا بفيسبوك. فيسبوك ماسنجر زي ما قلت لكم في كام نشره اللي هو عمل موضوع انك ممكن تبعت الصور بصيغه 4K بدل ما كانت 2K، وتوقع ان هو ينزل في بلاد معينه، وكل الكلام اللي قلت لكم عليه من نشرتين فاتوا تقدر تشوف النشره اللي قبل اللي فاتت من خلال الايفون على اليمين. بعد ما نزلوا الابديت ده بالظبط كل سيرفرات الماسنجر في البلاد اللي نزل فيها الابديت ده وقعت. فيسبوك لغت الابديت بتاع الموضوع ال 4K ايمجز ورجعت الابديت القديم بتاع الصور الطبيعيه لغايه لما تصلح المشكله في التطبيق اللي مخلي كل اللي نزل الابديت الماسنجر عنده مش شغال. واتساب بتعمل ابديت جديد لابلكيشن الواتساب على الايفون، انك دلوقتي تقدر تبعت فويس مسج مطوله من غير ما تفضل دايس على الزرار، بتدوس على الزرار وتسحب لفوق فتقدر تبعت فويس مسج مطوله. لو بعت لك لينك يوتيوب عندك في الشات وفتحته الفيديو بيفتح كده في حته طايره في نص الجهاز، وممكن ترجع باك وتتكلم مع شخص تاني والفيديو بيفضل شغال خلال ابلكيشن واتساب، بس مجرد ما تقفل الواتساب الفيديو بيروح. واخر خبر في النشره دي من يعيني الابلكيشن اللي اتسرقت واتبهدلت سناب شات، بعد ما فيسبوك قلبوا كل فيتشرز اللي فيها سناب شات بتحاول ترجع تاني للدنيا وبتعمل ريديزاين تماما للسناب شات بزراير اماكنها مختلفه، وكمان بتغير اكواد الالجوريزمات بتاعت الاعلانات بحيث الاعلانات بتظهر للاشخاص بطريقه احسن وللمعلنين انهم يقدروا يوصلوا للاشخاص اللي هم عايزينهم بالظبط، الاشخاص المهتمين بالتكنولوجيا بالجالكسي اس 8 يقدروا يوصلوا لهم بطريقه سبيسيفيك. اتوقع ابديت سناب شات ده هينزل في خلال الاسبوع اللي جاي. شفت النشره دي بالظبط انا وانا بسجل مايك 29 دقيقه و5 ثواني، بس اول 5 منهم بظبط الكاميرا وكده، بس في حد شافها النشره دي تقريبا هتكون كبيره تقريبا، كل مره اقول كده كان في المونتاج بتطلع صغيره، بس اعتقد النشره دي احتمال كبير هتكون كبيره. يا رب تكون عجبتكم. طبعا انا بقول انا تعبت فيها عشان وانا بمنتج انا بتعب، لكن وانا بسجل انا مبسوط، بس انا تعبت فيها ان شاء الله بعد ما خلصت مونتاج. لو كان عجبتكم فلايك، عجبتكم دوسوا لايك واشتركوا في القناه عن طريق زر السبسكرايب. واخر حاجه عايز اقولها لكم يا جماعه، ان الفتره الجايه في القناه هتلاحظوا في حاجه اسمها كوميونتي زي تاب جديد بقى في يوتيوب، هكلمكم من خلاله، نبعت صور، ابعت لكم جيفات، فيديوهات صغيره مش هتنشر على يوتيوب كامل، هتكون مجرد في الكوميونتي تاب ده، فعشان يجي لك ابديتس عنه وتاكد انك تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه عشان يجيلك نوتيفيكيشنز قبل ما الفيديو ينزل بخمس ساعات. هاخد ارائكم في منتجات ننزل الفيديو ده النهارده ولا الفيديو ده النهارده، فكل الحاجات دي هاخد فيها ارائكم في الكوميونتي، في الكوميونتي تاب، فتاكد انك تعمل الجرس عشان يجي لك الابديتس دي كنوتيفيكيشنز على موبايلك لما انزل حاجه بقى. شكرا شفت الفيديو بجد بجد بجد، شكرا عشان كملت الحته دي، انت شخص بتحبني جدا وانا بحبك جدا عشان انت كملت لغايه هنا. بس باي باي، ولايك وسبسكرايب والحاجات دي كلها، واللينكات في الوصف لو عايز تشتري منتج من سودوكوم او جوميا بتدعمني عشان تشتري منهم. باي باي.